ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد، وفيديو النهارده هنجرب فيه مع بعض ماكينه الفشار دي، وهنشوفها بقى اذا كانت حلوه ولا مش حلوه، عمليه ولا مش عمليه. طلع الفشار حلو كده وطعمه حلو وما بيتحرقش زي ما احنا ما بنعمله ولا لا؟ واول حاجه بقى هنشوف محتويات العلبه دي. ماكينه الفشار ده شكلها، دي بتتحرك، دي بتتحرك، دي بتتحرك، ودي المكنه الاساسيه، وبيجي معاها المعلقه المعياريه دي، وبيجي معاها ورقه بتعليمات الاستخدام. وطبعا اكتر تحذير موجود في الورقه دي ان هي ولا يتحط لها زيت ولا يتحط لها ملح، مجرد بس فشار فقط، ذره فشار فقط. اول حاجه بقى انا وصلت المكنه بالكهرباء، واحط الذره مني، هحط بالمعلقه المعياريه في المكان المخصص ليه. هو مكتوب جوه في علامه ماكس، دي اكتر كميه ممكن احطها من ذره الفشار. هغطيها وهعملها كده علشان اللي يقع بقى ينزل هنا، وبعدين نشغلها. ممكن نشغل؟ ممكن انت اللي تشغل. هي بتسخن، ده هي بتسخن، وطبعا السخونة ابتدت احس بيها. نار كده ذرة، هيبتدي بقى على طول كله يتفتح. اعتقد كده خلاص، كده خلاص انا فصلت، لان هي ما بتقعدش شويه اللي المفروض تقعدهم وتفصل من نفسها، لا لازم انا اللي افصلها. نفضي بقى الفشار. عارفه الصوت ده كان من ايه؟ من ايه؟ الصوت الجامد ده. الفشار سخون جدا. كنت بعمل صوت معاها. وهفضي بقى الفشار. عايزه اقول لكم ان الكميه اللي انا حطيتها كتيره، يعني المفروض كنت احط اقل من كده. بصوا الاخر واحده مفيش حاجه محروقه، يعني هي دي احسن حاجه فيها ان هي ما بتحرقش ولا واحده. بس طبعا لازم اني انا اخلي بالي عشان هي سخنه، وطبعا لازم اخلي بالي ان انا ما اسيبهاش اكتر من وقتها، يعني مجرد ما حسيت ان خلاص كل الدوره خلص طقطقه اقفل على طول، علشان لو سبته اكتر من وقتها هلاقي الفشار اللي فضل هنا في المكنه ذات نفسها كله هيتحرق، هيسخن وهيتحرق. وبعد ما اخلص بقى بحط عليه الملح، او ممكن بقى احط البهارات اللي انا حابه احطها. طبعا عملت فشار حلو ونظيف، وكل الذره اتعملت، في كام واحده ذره يعني ما اتعملوش، بس عشان انا كنت حاطه اكتر من اللازم، المفروض اقلل شويه الكميه. بس هي مشكلتها معايا في ايه بقى؟ ان هي عشان ما بيتحطلهاش زيت او اي ماده دهنيه، فلما بحط عليها الفشار، الفشار بيقع تحت، بينزل في الطبق، بيلزقش في الفشار، فانا باكل ذره فشار فقط. يعني اللي بيعمل رجيم وعايز حاجه من غير اي ماده دهنيه هتبقى حلوه جدا معاه المكنه دي. وكمان اللي بيحب يعمل الفشار بالكراميل هيبقى حلو برده جدا، لان مش عليه ملح ومش عليه حاجه، والكراميل هيتحط عليه اكيد هيلزق، لان الكراميل بيلزق في اي حاجه اصلا. وكمان حاجه لفتت نظري في الفشار، ان هو لما بيقعد تاني يوم بيجلد قوي، يعني ما بعرفش اكله. يعني اما بعمل فشار في الحله العاديه ممكن اسيبه تاني يوم وبقى كام واحده كده ممكن اكلهم عادي تاني يوم، مش بيبقى فيه مشكله، لكن ده ما بيتندخش اصلا تاني يوم، بيجلد كده وبيبقى طعمه مش حلو. ولا يسالني عن سعر المكنه، هي ب 275 جنيه، كنت جايباها من سنتر الوليد. والمكنه دي انا استخدمتها كذا مره وعملت فيها فشار وهي شغاله معايا تمام. علشان انا برده بحب اقول لكم السلبيات اللي تكتب لي في التعليقات عن اي حاجه انا بشتريها وبعمل عنها ريفيو. في كذا حد كتب لي ان هي اتحرقت معاهم بسرعه، انا لحد دلوقتي هي شغاله معايا تمام، وممكن اعمل فيها مرتين او ثلاثه ورا بعض، لكن ما جربتش ان انا استخدمها اكتر من كده، وشغاله معايا تمام وما فيهاش مشكله. بس انا بقول لكم اراء ناس ثانيه. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واكون جاوبت على كل الاسئله اللي جات لي على مكنه الفشار. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.